هل الزواج قسم ونصيب؟ أي أنه يكون لمجرد الولادة بالفتاة أو الرجل مكتوبة لهذا الزوج أو الزوجة، أو هي اختيار يعني؟ سامحك الله، شو الفرق بين هذا السؤال وبين سؤال واحد غني وآخر فقير، واحد جميل واحد قبيح واحد إلى آخر الأمثلة؟ بلا شك أنه المقدر على الإنسان هو أمر واقع ما له من دافع، لكن هو مكلف بسعيه، ثم هو لا يسأل عن عاقبة الأمر إذا ما وقع على خلاف اختياره. فقال لي خطب امرأة كان حريصا أن يخطبها وهي صالحة، وإذا بها مع الزمن تنكشف أنها طالحة، طبعا نصيب هذا، لكن كل شيء بقدر كما قال عليه السلام، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. لكن هذا لا يعني أن الإنسان في حدود قدرته وطاقاته ما هو مكلف أن يسعى لاختيار الخير، لا، هذا شيء آخر. فعلى الإنسان أن يسعى، ثم البقية على الله تبارك وتعالى. فالجواب طبعا هو نصيب، لكن ما نريد أن نفهم أنه نصيب، أنه إذا إنسان مثل ما بيقولوا الجماعة يتوكل على الله وبس، لا، يتخذ الأسباب ثم يتوكل على رب الأرباب.